النظام القطري يهدر المليارات على الإرهاب ويعجز عن توفير أبسط احتياجات الشعب، ما يقرب من 100 طن من الفواكه والخضروات الفاسدة القادمة من إيران وتركيا صادرتها السلطات القطرية دون أن تتخذ أي إجراءات ضد مصدر المنتجات الفاسدة. هذه بيان الحين مثل ما انتم شايفين، وهذه الرقي غير صالح للاستهلاك الآدمي بعد كشفها على قسم الهيئة الزراعة من الدوحة. رداءة الحياة في قطر لم تحتملها العصابة الحاكمة، وفضلوا قضاء معظم أوقات السنة في الخارج برفقة عائلتهم، تاركين الشعب يعاني انحدار مستوى المعيشة نتيجة سياسات الحكم الفاشل.